يجوز ان انت تعمل اكثر من عمرة في الرحلة، لان بعض الناس يقول لك لا يجوز. لا يجوز. طب لحظة، طيب بس انا هعمل ايه يا مولانا بعد العمرة الاولى؟ يعني عشان اريحك استنى 3 ايام. ليه 3 ايام؟ ما انا قادر اعمل بكرة، عشان اوفر عليك مسافة انك تروح لميقات اهل مصر فترجع مسافة كبيرة، فلما تقعد 3 ايام تبقى انت اصبحت كده كأنك مقيم في مكة، فيبقى الميقات بتاعك ايه؟ التنعيم، اللي هو ميقات اهل مكة. اتوبيس ب5 ريال، ولو غلي شوية يبقى ب7 ريال، تطلع على التنعيم، مسجد التنعيم، لابس لبس الاحرام، لبيك اللهم عمرة، وتقوم طالع. انما لو حضرتك مش هتستنى ال3 ايام، هتضطر تخبط مشوار سفر لميقات اهل مصر، يبقى بعيد عليك. يبقى ال3 ايام دول كانهم راحه، كانهم فسحه لجسمك.